الجامب بول وعلى بداية المباراة يلي راح تكون. عادل الخويري طبعا الحكم الدولي والنشيد الوطني اللبناني. جمهور مميز لجامعة روح القدس الكاسليك عم يزين مدرجات ملعب نادي غزير، وطبعا الحضور عم يتقدموا اليوم رئيس لجنة اتحاد الجامعات نصر لحود، ايضا دكتور طارق صادق عميد كلية الاي او ال الكاسليك وعضو الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة اسعد النخل مع الكرة الاولى عند طارق مرعبي. والبداية سريعة عم بتكون من قبل فريق البلمانت، بداية سريعة عم بتكون من قبل بلماند ومن قبل كريم الخطيب تحديدا يلي عم يسجل أول نقاط المباراة. بوسيشن حاليا مع الإوزاك، وجمهور الإوزاك وجمهور بلماند حاضرين بأعداد اليوم مثل ما حاضر جوي سلوم دائما وجورج شويري يلي كان أبرز لاعبي الإوزاك بالمباراة دور النصف النهائي أمام الأيو آل، عمل شغل كتير كبير بالمباراة وخصوصا بالكوارتر الثالث والكوارتر الرابع. محاولة أيضا من الفريد مخايل، مرة جديدة الريباوند، الصراع كبير على الريباوند. كريم الخطيب بداية جيدة للمباراة، هو يلي كان عم ياخذ الريباوند مجددا. طارق مرعب لاعب نادي المتحد طرابلس، عدد من لاعبي البلماند بيلعبوا مع المتحد طرابلس. طارق مجددا حاول يلعب لألفريد أيضا، كلوك فايوليشن 24 ثانية كانوا عم بمروا على البلماند من دون ما ينجح بالتسجيل. بالمقابل برنار صريبة عم بيحاول يرد، ايضا جورج شويري دائما رح يكون بمواجهته لطارق مرعب، بمواجهة خاصة رح تكون بين اللاعبين. عم يفقد كنترول على الكرة شويري، عم يسمح للبلماند وعم يسمح لتانجي عثمان بالانطلاق بالفاست بريك والحصول على خطأ. تانجي عثمان ايضا بيلعب مع المتحد مثله مثل جون مارك جروج. هيدي هي الفاست بريك اللي عم نشوفها من قبل تانجي عثمان والخطا يلي حصل عليه، اول خطا بالمباراه. يعني بالتاكيد تانجي عثمان لاعب المتحد هو من شان اليوم عاد للمباراه، ما كان لاعب المباراه الاولى امام الاجين نصف النهائيه، وكلنا بنعرف انه لاعب المتحد بالدرجه الاولى اللبنانيه من شانه اكيد انه يرفع بمستوى فريقه اليوم البلماند. الكره حاليا مجردا لعند تانجي عثمان تحت الباسكت، تانجي عم بتعرض للبلوك شوت، بلوك شوت ولا اجمل من بشاره بستاني لاعب نادي الي صرصور. اكيد رح نشوف بالاعاده هالبلوك شوت المميز من بشاره بستاني اللي عم يبدا المباراه بشكل ولا اجمل لتانجي عثمان. مثل ما قلنا تانجي لاعب خطير، الكره حاليا عن الميديستانس ما بينجح الريباوند والفاست بريك من المفترض تكون للفريق الابيض الايزاك. السلوم بيخرج بالكره لعند برنار صليبا قائد فريق الايزاك، بيدخل على السله بيلعب الكره للخارج مجددا للسلوم. السلوم عم يخترق بيلعب الكرة للخارج عن الثري بوينت وعم بينجح بشارة البستاني انه يسجل عن المسافات البعيدة. بدأ الايزاك يضرب من كل الميلات، 3-2 اصبحت النتيجة باللحظات، يعني بعد البلوك شوت لبشارة، بشارة عم بدك حصون الفريق الازرق من 3 نقاط. حاليا البلاي مع الفريق الازرق تحت السلة، الخطيب تحت الباسكت، برنار صليبا جود ديفنس، جود ديفنس من برنار صليبا عم بيتمكن انه يخلي الكره مع الايزاك، عم تنقطع مجددا وبتعود تيرن اوفر على فريق الايزاك وتيرن اوفر جديد ايضا على البلماند. يعني الامر الواضح انه طارق مرعبي كان دعس على الزيح، وبالاعاده البلوك الرائع من بشاره بستاني، فعلا بلوك ولا اروع، بلوك كان مميز شربل فعلا. بشاره بستاني كان حاضر ومن بعد البلوك مباشره سجل الرمية الثلاثية. بشاره بستاني بيلعب الكرة حاليا لبرنار صليبا، من الواضح انه المباراة رح تكون ممتازة من ناحية الحضور الجماهيري وايضا من ناحية الاداء الهجومي. تحت الباسكت عم بيحاول يعمل الموف ما بينجح على الريباوند مجددا، وبلوك شوت اخر، مباراة رائعة. تونجي عثمان ما قبل، رد البلوك شوت الاول ببلوك شوت على بشارة وباسكت ان باللحظات. اجمل المباريات فعلا بانطلاقتها. جان مارك جروش عم بيسجل اند وان لجان مارك جروش، كنا عم نشوف شربل قبل هالكره بلوك شوت، يعني ما رضي ابدا
تونجي الا ما يرد البلوك شوت. هيدا عم نشوف الباسكت ان حاليا وسله محتسبه والرميه الاضافيه حاليا لجمال جاروج. جمال جاروج هو من اللاعبين اللي بيلعبوا بشكل كثير منيح تحت السله، اللي شفناه بالمباراه امام اليو اس جي كان عم يلعب دور كثير كبير بترجم التمريرات لطارق مرعبي الى سلات، كان افضل لاعبي المباراه من دون شك بوقت اليوم. ايضا جون مارك جاروج عم يبلش بطريقه منيحه، والبلماند عم يتقدم 4-3 مع محاوله ثلاثيه جديده من بشارة بستاني. المره الكره ما بتدخل، عم تنتقل عند طارق مرعبي بلاي ميكر فريق البلماند والاكثر نشاطا دائما على ارض الملعب بمواجهته لجوي سلوم. طارق عم يحاول يدخل الى الباسكت، عم يلعب الكره للجون مارك جاروج، ايضا عم توصل على 3 بوينتس. والريباوند لمين؟ الريباوند لعند راوي بارد وبشارة بستاني. شوف المباراة شو سريعة، عم شوف بالإعادة البلوك شوت يلي عمله تانجا عثمان على مين؟ على بشارة بستاني وحدة بوحدة. ما في حدا أحسن من حدا يا شربي بهالمباراة. جورج كلزي وجورج عيقي بحديث جانبي، وأكيد الحسابات شو رح تكون يعني مع الأمر اللافت اليوم. إذا كان جورج كلزي عم يستغني إنه يلعب باثنين بلاي ميكرز، شفناه عم يلعب بتو بوينت جاردز يلي هن جوي سلوم وكال زلعون بالمباراة الماضية. جورج شبيري عم يضيع أول فري ثرو، المحاولة الثانية للشبيري هالمرة بيسجلها أول نقاطه بالمباراة للرقم 6، أبرز سكورر بصفوف الإيزاك بكأس نصر اللاحوت كان جورج شبيري. طارق مرعبي والسيشن دائما مع البلماند والتشجيع كثير كبير من جمهور الايزاك. مجددا تانجي عثمان بمحاوله لايجاد كريم الخطيب، كريم عم يحصل على الخطا. وجود تانجي عثمان اليوم على ارض الملعب من شانه يريح كثير طارق مرعبي، لانه هو واحد من اللاعبين الكرييتيف كثير على ارض الملعب، بيقدر يساعد زملائه، بيقدر يوصل جون مارك جاروج بطريقه كثيره، وبيقدر يسجل ايضا. تانجي منه لطارق، 8 ثواني امام البلماندا تنفيذ الهجمه، 5 ثواني ايضا. هالمره الكره مقطوعه من برنار صليبه والفاست بريك من برنار، رقم 20 عم يدخل الى السله وعم بيسجل الاند 1، عم بيسجل الاند 1 برنار صليبه بالاعاده. شوفوا الفاست بريك السريع من الرقم 20، الباسكت والخطا يلي حصل عليه والتقدم لا يزاك بهاللقاء بنتيجه 6-4 مع اللقطه الرائعه من خارج قاعه نادي غزير. برنار ايضا بسجل 3 نقاط لبرنار صليبه مع طارق. شوف الكونفيدنس يلي عنده اياها دائما بس تكون البوسيشن معه انه لتانجي. تانجي عثمان منتظر منه كثير بهالمباراة. تانجي ممرر لجون مارك جاروج، الثلاثي المرعب بصفوف البلماند. جون مارك بحاول يستعمل البورد انما ما بينجح بالتسجيل. الريباوند كان لعبد الله زخريا، محاولة ايضا عن 3 بوينتس، ودائما برنار صليبة موجود على الريباوند. جوي سلوم، جوي ايضا برنار وراوي بارد عم يطالب بخطأ، كان راوي بارد عم بيطالق بخطا راوي بارد واوت اوف باوند لمصلحه الايزاك. الكره حاليا لمصلحه الايزاك. ما بدنا ننسى اكيد مايكل صدقه لاعب نادي الشانفيل اللي ما زال على مقاعد البدلاء مع جورج كلزي، مفترض اكيد انه يدخل باطوار المباراه. حاليا عمليه التبديل عم تجرى وخروج راوي بارد من ارض الملعب ودخول مارك ابي خرس يلي بيعرف تماما نادي الرياضي غزير، بما انه لاعب الحكمه مارك ابي خرس وكان ايضا عم بغيب عن المباراة الماضية مباراة النصف النهائية، بانتظار شو ممكن يقدم صاحب الرقم 23 مارك ابي خرس. برنار صليبة بيبدا البلاي حاليا مع الايزاك، شوية بعيدة لبرنار ممكن يسدد، بيعمل ووكينج برنار عم يرتكب التورن اوفر قائد فريق الايزاك بهالمباراة من بعد ما كان سجل اند 1، حاليا عم بيعمل التورن اوفر والبوستشن حاليا مع الفريق الازرق مع جامعة البلمان. طارق المرعبي مع حضور الجماهير بارض الملعب وايضا ووكينج من طارق المرعبي. طارق عم يرتكب التورن اوفر بهاللحظات. عم شوف امامنا الي على الشاشه الدكتور طارق صادق عميد جامعه اليو ال الكاسليك، ايضا استاذ نصر لحود رئيس لجنه اتحاد الجامعات، واستاذ اسعد النخل اللي من المفترض اكيد يصير هناك تكريم على اعلى طراز بنهايه المباراه. السلوم حاليا بيلعب التمريره وهون عم يرتكب خطا الخطيب عم يرتكب خطا على برنار صليبه
وما في تو شوتس اكيد بهاللحظات. الكره رح تكون سايد بول لمصلحه الايزاك. واجهه عم تكون خاصه من برنار صليبا وايضا كريم الخطير. ابي خرس بيلعبها لعند السلوم. تشوي عم بيحاول يعمل كنترول بهاللحظات على المباراه. تشوي بيحاول يعمل الدرايف على الباسكت ما بينجح. ستيل من صاحب الستيل حاليا. الكره ملعوبه وايضا هناك اوكي. يعني تنشوف مضبوط شو اعطى حكم المباراه بهاللحظات. اوت اوف باوندز دعس على خط الملعب وبالتالي بالتاكيد الكره رح تنتقل لمصلحه الايزاك. جوي سلوم تقدم الايزاك ما زال 7-4. ما زال هناك 4 دقائق و20 ثانية لنهاية الكوارتر الأول. عن ستري بوينت برنار صليبا عم بيسجل وعم بأكد إنه الإيزاك حاضرين المسافات البعيدة. برنار صليبا عم بيسجل نقطة السادسة بهالمباراة. هيدي الإعادة برنار بهيك أماكن أوبن شوت بالباسكت. ما في أي مشاكل لصاحب الرقم 20 طنقي عثمان. شو رح يكون الرد؟ طنقي بيحاول يعمل درايف بيلعب الكرة على أرك ستري بوينت. جروج كاد يخسرها ولكن عم بتعود مجددا عن ستري بوينت ولكن الكره ما عم تدخل. والديفنسيف ريباوند لمصلحه برنار صليبا. السلومة بيحاول يسرع الهجمه. الشويري عن ستري بوينت ما بينجح. الشويري كان عم بيحاول يرفع نتيجه المباراه لفارق التسع نقاط انما هالمره الثلاثيه ما عم تدخل للشويري. جروج بعيدا عن طنقي ابرز لاعبي فريقه. طنقي بيعمل درايف على الباسكت بيتعرض للبلوك شوت مجددا. البلوك شوت والاوفنسيف ريباوند وخطا. خطا بهاللحظات لمصلحه البلماند. عم تشوف لي صعوبه كثير كبيره عند لاعبي البلماند لاختراق دفاع الايزاك. البيج جايز الموجودين تحت السله عند الايزاك عم يمنعوا تانجي عثمان باكثر من مره انه يسجل وكانوا عم يمنعوا ايضا الخطيب من التسجيل. حصل على خطا الخطيب وعم يضيع الفري ثرو الاولي. جورج كنزي وجورج عقيقي الحاضرين دائما على صعيد المنتخبات الوطنيه على صعيد الفئات العمريه وايضا على صعيد الايزاك مع برنار صليبا. كابتن الايزاك عم ينطلق بهجمه جديده. كره عند السلوم مجدد محاوله الاختراع عم يوصلها لابي خرس مقطوعه والفاست بريك من جون مارك جاروج. المره بايده شمال ممتاز جون مارك جاروج انما عم يخسر الكنترول على الكره. تروح للسلوم مره جديده. الشويري عم يحاول يلاقي نفسه بالمباراة. اسيست رائع انما ما عم ينجح لابي خرس بالتسجيل. جورج شويري بالتمريره الرائعه كلنا اعتقدنا رح تكون اسيست رح يسجل ابي خرس انما ما نجح بهالامر مع 3 بوينت جديده هالمره من بشاره بستاني. عم يضرب بشكل كثير منيح الايزاك من المسافات البعيده. بالاول بشاره بستاني من بعده برنار صليبا وبشاره بستاني مجددا 2 من 2 عن 3 بوينت للرقم 13. 6 نقاط لبشاره بستاني من خارج الارك. 13-4 تقدم مريح للايزاك بهاللقاء. بريك كبير عنده الايزاك شربل بالكوارتر الاول. يعني 9 نقاط هي تقدم نوعا ما مريح لمصلحه ابناء المدرب جورج كيلزي. بس اكيد مثل ما دائما بنقول ما في شيء ابدا مستحيل بعالم كره السله. اكيد الوقت ما زال طويل. 9 نقاط بكوارتر واحد بامكانه اكيد يعمل كومباك الفريق الازرق. حاليا طنقي عثمان عم بيلعبها لعند طارق رعد دخل الى ارض الملعب. طارق بيلعبها لتحت الباسكت وخطا. خطا حاليا عم بيرتكب من صاحب الرقم 23 مارك ابي خرس. يعني ما فينا الا نقول انه كريم الخطيب عم يعمل شغل كثير كبير تحت السله الي ان كان على صعيد الاوفنسيف ريباوند او على صعيد التحركات. شوفوا كان عم يستلم الكره من طارق مربي وعم يحصل على خطا من مارك ابي خرس. يعني مش افضل بدايه ممكن نعتبرها لمارك ابي خرس بمباراه اليوم. دخل لكن ما دخل باجواء اللقاء، دخل الى الملعب فقط. لحد اللحظات بعد ما دخل باجواء المباراه وكنا عم نشوف الرميه الاولى عم بيسجلها والرميه الثانيه ايضا عم بيسجلها كريم الخطيب. رفع نقاطه للاربع نقاط بهالمباراه. متحرك جدا هاللاعب صاحب الرقم 9، يعني 4 نقاط من اصل 6 نقاط لفريقه. عم بيكون مميز ببدايه اللقاء. الايزاك حاليا على الكنترول. برنار صليبا، برنار عم بيحاول يدخل على السله. عم بيدخل برنار ما عم يتمكن من هالتسجيل. عم يفشل بالمحاولة. عم بيرجع يجيب على الأوفنسيف ريباوند والأوت أوف باوند لمصلحة الإيزاك أبناء المدرب الظاهر من على الشاشة جورج كيلزي. يعني عم بتخيل لو جورج كيلزي قادر يستفيد اليوم من خدمات قسطنطين قدسي كوستي لاعب أنترانيك والحكم السابق يلي منه موجود مع فريق الإيزاك. لو كان موجود رح تكون القوة الهجومية أكثر بكثير
بالنسبة لفريق جامعة روح القدس خسارة كبيرة ما نشوفه بمباراة اليوم لكوستي، خاصة انه كوستي شربي اللي بيلعب بعدد كبير من البوزيشنز، يعني بيلعب بوزيشن 1 بوزيشن 2 وايضا ممكن يلعب على بوزيشن 3 مثله من طنجة عثمان يلي معه الكرة حاليا، بتروح لعند يحيى راد يلي دخل من البنش. طارق مربي عن 3 بوينتس، عن 3 بوينتس عم يرد الرقم 5، محاولة ممتازة عادت الروح نسبيا الى فريق البلماند. 4 نقاط عم يصير الفارق بين الاوزاك والبلماند بهالمباراة، مع ادوار بشارة يلي دخل الى ارض الملعب الرقم 21، رح يكون بصراع مع الفريد مخايل وبرنار صليبا. في ووكينج، سلة غير محتسبة للاوزاك، عم نشوف ثلاثيته لطارق مرعبي، ثقة كتير كبيرة دائما عند الرقم 5. سايد بول للبلماند، تانجا عثمان مجددا هو اللي عم يلعب دور البلاي ميكر، منه ليحيى راد، يحيى ايضا، طارق مرعب بيشوف التحركات من لاعبي البلماند ودفاع الزون 2 3 عم بيكون صعب اختراقه من قبل الفريق الازرق. ووكينج جديد هالمره وسايد بول للايزاك وجوي سلوم البوسيشن. مارك رح نشوف اذا رح يقدر يستفيد من طوله لادوار بشاره. جورج كيلزي ادوار عم يحاول يدخل الى السله وعم بيحاول يسجل انما عم يفشل بهالامر بعد مضايقه كثير كبيره من الفريد مخايل. محاوله الرد من تانجي عثمان، هالمره عم يسجل تانجي بقوه تحت السله، اول نقاطه بمباراه اليوم لتانجي عثمان. عم نشوف بالاعاده رغم الديفنس الموجود من مارك ابي خرس ومن ادوار بشاره، اثنين من اطول اللاعبين بالمباراه، نجح تانجي عثمان بالتسجيل. مارك عم يحاول يرد من المسافه البعيده من خارج الارك تحديدا، عم ينجح يسجل. طارق مرعبي ايضا باخر 20 ثانيه، طارق بمواجهه جوي سلوم رح يلعبها للثانيه الاخيره من دون شك. الرقم 5 عم يحاول يستفيد من السكرين يلي كان عم يعمله يا جون مارك جاروج، انما جون مارك هو يلي عم ياخذ تسديد من بعيد، وجوي يلي عم ينطلق بالفاست بريك ايضا. مارك عم يدخل، ما في اي خطا عم يقوله الحكام، والكوارتر الاول عم ينتهي بتقدم الايزاك 13-11، فارق سله وحده عم تمنح التقدم للايزاك بنهايه الكوارتر الاول، بالوقت يلي مارك ابي خرس موجود على ارض الملعب مصاب. نتمنى له كل السلامه اكيد لمارك وهو العائد اصلا من الاصابه. ايضا جون مارك جروج موجود على ارض الملعب، اصطدام كان كثير قوي بين اللاعبين، بتمنى لهم السلامة اثنيناتهم، المباراة بحاجة لهم اثنيناتهم. أكيد المباراة بحاجة لكل اللاعبين شربل مثل ما هي بحاجة كانت للجماهير اللي موجودة بأرض الملعب اليوم، فعلا حضور جماهيري مقبول نوعا ما للمباراة النهائية لكأس طبعا لبنان للجامعات بطولة السلة بعام 2015 من تنظيم الـ AUL. والكوارتر الأول اللي عم يدل على المستوى الرفيع الموجود بباسكتبول الجامعات، شفنا تبادل التقدم باول الكوارتر الاول، بعدين البريك اللي عمله الايزاك بمطرح معين والعوده الكبيره للبلمنت ليقلص الفارق الى نقطتين قبل نهايه الكوارتر الاول. كنا حكينا عن الكومباك وامكانيه الكومباك بهالمباراه، هيدا اللي عمله فريق جامعه البلمنت بشكل سريع، يعني بثلاث دقائق تقريبا تمكنوا من العوده للمباراه. من جون مارك بيطلع على الشوطه، تانجي عندي اوبشن هون، طارق طالع من هون بيك الفا بيك اند جول، اذا ما وصلت لك الفا دغري طارق بتلعب تو مان جيم انت وياه. كمان جايز كمان يلا عم نلعب كل البيك. تعليمات شرب الغالي كانت واضحه امامنا على الشاشه، عم بيعطي المعنويات لفريقه بشكل كثير كبير. وجورج كيلزي ايضا بكل رواق دائما موجود ليعطي تعليماته، المهندس جورج كيلزي اللي بيعرف كثير منيح يهندس الانتصارات، شفنا دوره الكبير بمواجهه الاي او ال يلي عنده لاعبين مميزين جدا على المستوى الفردي، لكن عرف كيف جورج كيلزي يخرج فائز من هالمباراه بعد ما غير باستراتيجي الدفاعيه بشكل كثير كبير بوقتها. كمان اكد جورج كيلزي شارب قبل بدايه المباراه لاهميه المباراه، يعني اعطى كاس الجامعات اهميه كثير كبيره، اعطى النقل التلفزيوني اكيد والاهتمام التلفزيوني ببطوله الجامعات اهميه كبيره، كان بده هيدا الشيء يصير اليوم تيربح اكيد، وهيدا الامر بيعطي دفع للجامعات. دائما النقل التلفزيوني موجود عبر قناه جديد، هيدا الاسبوع رح يبدا منتخبنا منتخب لبنان الاولمبي لكره القدم مشوار
التصفيات الآسيوية لكأس آسيا للاعبين دون 22 سنة. طبعا بكرة رح تكون مباراة المالديف ولبنان مع كرة أيضا عم بتكون بداية الكوارتر الثاني مع الأوزاك مع بشارة بستاني. كرة عم يقطعها ستير رائع من طارق مرعبي والتسجيل من طارق مرعبي مرة جديدة. طارق مرعبي عم ببلش بقوة الكوارتر الثاني مثل ما بدأ وكان أول المسجلين بالكوارتر الأول. خمس نقاط عم يرفع رصيده طارق مرعبي وعم بعادل الأرقام ببداية الكوارتر. برنار صليبا بمواجهة ألفريد مخايل. برنار عم يدخل وفي خطأ وتو فري ثروز لبرنار صليبا. كنا عم نحكي إليه عن منتخب لبنان الأولمبي ومبارياته أيضا. يعني كل اللي عم يتابعونا حاليا عبر شاشة الجديد بنقول لهم انه ضروري تكون موجودة قناة هواكم يلي هي القناة الشقيقة لقناة الجديد خلال مشوار تصفيات المنتخب الأولمبي، لأنه في حال تعارضت المباريات المنتخب الأولمبي مع نشرة الأخبار النسائية بيقدروا يتابعوا ما تبقى من المباراة عبر قناة هواكم. بنذكر المنتخب لبنان الأولمبي راح يواجه المالديف، العراق، البحرين وعمان ايضا. اكيد شباب نحن بانتظار الاستحقاق الوطني اللي بيبدا بكره المنتخب المغربي حاليا بكره السله. والطارق يلي بيلعب الكره عن الارك عن الستري بوينت ما عم بينجح. تانجي بجيب الريباوند اوفنسيف ريباوند تحت الباسكت. تانجي عم بيسجل. تانجي عثمان لاعب المتحد عم بيسجل نقطته الرابعه باللحظات وعم بيعدي الارقام مجددا 15-15. مباراة عم بتكون مميز، مباراة عم بتكون نارية حاليا. الكرة مع الأوزاك الشويري أبرز سكور المباراة الماضية نصف نهائية أمام الـ AUL بعشرين نقطة. بيعمل الدرايف والموف على الباسكت ولكن ما بينجح. ريباوند طارق مرعبي على الفاست بريك بيتقدم طارق. طارق بيطلع على السلة لا بيلعب الكرة للخلف والتورن أوفر والكرة والفاست بريك وخطأ. خطأ على صاحب الرقم 15 بجامعة البلبند على جمال جروج. عم نشوف بالإعادة الخطأ واضح وعم بوقف الهجمة جمار جروج أحد أبرز اللاعبين كانوا بمباراة النصف النهائية لجامعة البلمند واليو اس جي، وبالتالي تمكن البلمند من إخراج اليو اس جي من الدور النصف النهائي. السايد بول حاليا عم تتنفس. زلعوم عم بيلعب الكرة لعند شويري. زلعوم دخل إلى المباراة التمريرة ولا أجمل تحت الباسكت ما بينجح من التسجيل وخطأ. خطأ تنشوف باللحظات على مين عم بيتصفر الخطا. على ما يبدو اوفنسيف فاول كان يعتبره حكم المباراه على رمزي بشاره. رمزي بشاره عم يرتكب الخطا. وشوفوا هالمشهد المميز من ملعب نادي الرياضي غزير. ومثل ما عودنا دائما جيلبير عبود اجمل المشاهد من ملعب الرياضه. مع جيلبير عبود ما في حدود ابدا بالابداع. الكرة حاليا طارق بيلعبها لعند تانجي. تانجي مجددا بمحاولة للهجمة حاليا تحت الباسكت. الخطيب عم بيرتكب التورن اوفر والووكينج. الخطيب ما تمكن من السيطرة على الكرة بعكس اغلبية كراته. كريم الخطيب جورج كيلزي راضي عن هالتورن اوفر اللي ارتكبه كريم الخطيب. وما زال هناك 8 دقائق لنهاية الكوارتر الثاني من المباراة النهائية بكأس نصر الجميل لحود للجامعات بكرة السلة المنقول حصريا عبر قناة الجديد. الكرة حاليا مع جورج الشويري. الشويري هداف الفريق بالمباراة الماضية مثل ما قلنا. برنار صليبا على البوست بيطلع برنار وبيسجل. برنار صليبا عم بيكون نجم فوق العادة بهالمباراة. نقطته العاشرة لقائد فريق الأوزاك يلي لما تحرك بالمباراة الماضية عمل الفارق بهالمباراة. على ما يبدو فول فوكس من البداية. شوف الطريقة اللي عمل فيها الموف برنار وعن الثري بوينت حاليا ما عم بيتمكن من التسجيل. ديفنسيف ريباوند والانطلاقه السريعه مع الزلعوم. الزلعوم بيعمل كنترول بعيد البلاين الاول. الشويري ممكن عن 3 بوينت لا بفضل الدخول على الباسكت ما بيسجل. الشويري ريباوند من الخطيب. الخطيب بيعمل الريباوند بيلعب الكره لعند طارق. طارق المرعبي عم بيطلب البلاي حاليا. طارق بيحاول المرور ما بيتمكن بيسدد ولكن الطارق عم بيسجل. طارق مرعبي عم بسجل نقطته السابعة باللحظات وعم بعدي الأرقام. بكل مرة عم يتقدم فيها اليوزاك بالمباراة اللي عم يكون موجود طارق مرعبي للتسجيل. سبع نقاط عم يصير رصيده والتعادل حاليا 17-17 بين الفريقين. مع الزلعوم أيضا بيحاول يمرر لراوي بارد. دفاع ممتاز عم بيكون من البلبند.
عم يستقتلوا بالحالة الدفاعية إذا فينا نقول الفريق الأزرق تانجي عثمان. هيدا الأمر يلي تحدثنا عنه، وجود تانجي عثمان عم بيحرر طارق مرعبة بشكل كتير كبير، عم يخليه يأخذ المبادرة، عم يخليه يعمل الدرايف أكتر باتجاه السلال. مرة جون مارك جاروج هو يلي عم يخترق وعم يحاول يسجل، عم يحصل على الخطأ الرقم 15 بمواجهته لجورج شويري، عم يحصل على الخطأ. كان الفريد مخايل عم بيقود، عم بيعود إلى أرض الملعب مثله مثل عبد الله زخريا اللي عم يخرج هو كريم الخطيب، وأيضا يحيى راد. تو فري ثروز لجروج، الأولي بسجلها جون مارك جروج. والتقدم حاليا للبلمانت بفارق نقطة، التقدم عم يصير نقطتين مع نقطة الرابعة على جون مارك بمباراة اليوم. الزلعوم منه لبرنار صليبا نجم الأوزاك بهالمباراة بنقاطه العشرة من أصل 17 نقطة سجلها فريقه. أيضا برنار عم يلعب بشكل كتير منيح وظهره للسلة. أيضا للزلعوم محاولة من خارج الأرك المرة ما عم بيسجل. الأوت لمصلحة البلماند. مارك أبي خرس عم بيعود إلى أرض الملعب. بحاجة لمارك أبي خرس تحت السلة، وخصوصا بوجود الفريد مخايل بيقدر مارك أبي خرس يتبادل الديفنس هو برنار صليبا على الفريد مخايل بالوقت يلي فيه كان أوفنسيف فاول من تانجي عثمان على مارك أبي خرس. والسيشن عم تنتقل مرة جديدة للسلوم يلي عاد إلى أرض الملعب على حساب كار زلعوم. أيضا شويري سايد بول وخطأ لمصلحة الأوزاك. جوي سلوم برنار صليبا، ودفاع المان تو مان حاليا من المدرب شرب الفغالي، انما برنار صليبا عم ينجح باختراق كل الدفاعات ويسجل نقاط 12. مباراة اكثر من رائعة على كابتن الأوزاك باليوم. شوفوا برنار صليبا كيف اخترق بين الجميع وحط السلة بشكل سهل. تانجي عثمان عم يرد عن الثري بوينتس. تانجي عثمان النمبر 2 عن الثري بوينتس، أكثر من ممتاز. تانجي عثمان بكل ثقة عم ياخذ شوطاته من خارج الارك وعم بيسجل مرة جديدة وعم يمنح التقدم للبلمان 22-19. مع جورج شويري أيضا بحاول بهالكرة لعند مارك أبي خرس أند وان لمارك. برافو يا جورج شويري على الأسيست، سلة حلوة من مارك أبي خرس، لكن الأحلى كان الأسيست من الرقم 6 جورج شويري. شوفوا كيف اخترقوا بكل ذكاء من فوق لألفريد مخايل لما مارك أبي خرس وسجل الأند وان. باسكت ان اذا للابي خرس نمبر 23 وموجود على خط الفري ثرو وعم بيسجل ايضا وعم يعادل الارقام. مباراه رائعه، هيدا اقل شيء في يقولوا عن لقاء اليوم، عن النهائي الكبير بين الأوزاك والبلمانت. عن جد باسكت بول الجامعات حلو كثير، وعم تتعرفوا اكيد على هالامر مشاهدينا عبر شاشه الجديد. الفريد المخايل عم يحاول يعمل الدرايف، عم يحاول يسجل، عم يحصل على الخطا. المواجهات كبيرة عم تكون تحت السلة، والشجاعة كتير كبيرة عم تكون عند كل اللاعبين بالدرايف يلي عم يعملوه. الفريد مخايل هو يلي عم يحصل على تو فري ثروز حاليا، فرصة للبلماند للتقدم من جديد. الأمر عم يحصل لأنه الفريد عم بيسجل. الفريد أول فري ثرو، ثاني ما بينجح فيها. الريباوند لبرنار صليبا مع دخول رمزي بشارة مجددا إلى أرض الملعب. رمزي منه لجوي سلوم. جوي شوف الديفنس من تانجا عثمان. أيضا بشارة مرة جديدة محاولة للاختراق بيلعبها لبرنار صليبا، جميلة التمريرة عم تروح لبرا لعند مارك أبي خرس. ما بينجح عن 3 بوينتس مارك، ما بينجح عن 3 بوينتس مارك. والبوسيشن عم تنتقل مرة جديدة من
للبلماند مع طارق مرعبي. مباراة سريعة كتير بالكوارتر الثاني عم بتكون. أجمل المباريات، أسرع المباريات. تانجي عثمان شو عم تعمل؟ تانجي عثمان شو عم تعمل؟ لاعب ذكي كتير تانجي عثمان. أسست ولا أروع لألفريد مخايل يلي سجل بكل سهولة تحت الباسكت. فضاه تماما، فرغوا تماما. شوف شو حلوه هالباسكت، شو حلوه هالباسكت كانت من البلماند. لمحوا تانجي عثمان لألفريد مخايل من دون رقابه، لعبها بشكل كتير سريع وسجل ألفريد مخايل ومنح التقدم مره جديده 25-22 لمصلحه البلماند. فعلا شربي اللي عم بيكون رائع تانجي عثمان، لاعب اكسبلوزيف، لاعب عم بيكون ايضا مفيد بشكل كتير كبير بهالمباراه. عم شوفه لاعب سريع ومميز. الاسيست كان اكبر دليل انه عم بيسحب قد ما في المدافعين تانجي، لانه لاعب الابرز يمكن بفريق البلماند، الاسم الاكبر فريق البلماند، عم بيسحب المدافعين وبالتالي عم بيتمكن اما انه يسجل اما انه يفضي لاعبين اخرين. التمريره الماضيه كانت خير دليل على الموضوع. بعد عن هذا الامر يلي حصل لي، يعني مدافعي الايزاك ولاعبي الايزاك يعني انتهوا بالدفاع على تانجي عثمان، وبالتالي ألفريد مخايل كان مرتاح. يعني شرب الفخالي بالتاكيد اكثر من سعيد لعوده تانجي عثمان بمباراه اليوم. اكيد تانجي عثمان كنا حكينا قبل بدايه المباراه انه احد اهم اللاعبين اللي حيفرق بشكل كبير مع فريق البلماند. حتى اوساط الايزاك اكدوا هذا الموضوع انه عوده تانجي عثمان الى امر خاص، لانه لاعب طبعا مثل ما عم نشوف ايامنا على شاشه صاحب الرقم 2 عم بيكون دائما مميز وفعال بشكل كثير كبير. 25-22 مع الحضور الرسمي مجددا بقاعة النادي الرياضي غزير، يلي بالتأكيد رح يكون هناك تكريم خاص بنهاية المباراة بعد نهائي كأس بلس لجميل لحود للجامعات بكرة السلة من تنظيم جامعة الأيو ال. حاليا البلاي مع فريق الإيزاك الشويري، السكور المميز بالإيزاك لبرنارد صليبا يلي هو هداف فريقه بهالمباراة بيلعبها للخارج، والدخول من البشارة تحت الباسكت بيتعرض على البلوك شوت، عم بيتعرض على البلوك شوت. جورج شويري بيحاول الدخول على السله، بيلعبها لعند برنار، برنار صليبا عم بيخسر الكره وتورن اوفر جديد على الايزاك. فرحين تماما دكه بدلاء فريق البلماند يلي عادوا من بعيد من بعد ما كان تقدم الايزاك بفارق 9 نقاط ببدايه الكوارتر الاول، عاد فريق البلماند وتقدم بفارق 3 نقاط. يلي عم يحصل على ارض الملعب يا الي باكد كل الكلام يلي كان قبل اللقاء، مش معروف مين ممكن يفوز بنهايه الكوارتر الرابع. بالتأكيد هذا أمر متعارف عليه بلعبة كرة السلة، وخاصة بهيك جامعتين عم بيقدموا هالمستوى. عن الثري بوينت حاليا ألفريد ما بيتمكن، الديفنسيف ريباوند ومحاولة الفاست بريك. الشويري بيدخل بالدرايف على الباسكت بيحصل على خطأ. جورج الشويري عم بيحصل على خطأ بهاللحظات ورميتين. جورج الشويري من المفترض انه من هيك اماكن انه يسجل. بالمباراة الماضية الشويري سجل عدد كبير من الرميات الحرة. تنشوف بقى اللقاء إذا رح يتمكن صاحب الرقم 6 إنه يستغل تواجده بهالمكان تحديدا. كان سجل نقطة واحدة من فري ثرو بمباراة اليوم. الشويري حاليا عم بضيع على الأولى، النقطة الوحيدة ما عم بتصير نقطتين بهالمباراة لصاحب الرقم 6. هل رح يتمكن من التسجيل؟ الرمية الثانية عم بيسجلها الشويري وعم بيرفع رصيده للنقطتين بهالمباراة وعم بيقلص الفارق لنقطتين. 25-23 طارق مرعبي لاعب عنده امكانيات هائله. طارق عن الميديستانس بيسجل. طارق المرعبي 27-23 والمرعبي عم بيسجل نقطته التاسعه بهالمباراه، ايضا عم بياكد نفسه كهداف لفريق البلماند بالمباراه النهائيه. جورج شويري حاليا بيلعبها للسلومي اللي عاد ودخل لارض الملعب. شويري بيدخل على السله بيلعبها للخارج لعند الزلعوم، الزلعوم بيعمل الدرايف وبيسجل. الزلعوم عم ترفض الكره انه تدخل، الاختراق كان مميز، صراع على الريباوند بيحسمه فريق الايزاك. الشويري بيدخل وبيحصل على خطا، خطا مجددا عم بيحصل عليه صاحب الرقم 6 جورج شويري. سريع هاللاعب وسرعته بالكره بالتاكيد بتساعده بالحصول على الاخطاء، يعني واعتماد الايزاك بشكل كثير كبير حاليا على اختراقاته لجورج شويري وعلى اختراقات كارل زلعوم. شويري بالرمية الأولى أيضا ما عم بينجح، على ما يبدو شويري منه مركز أبدا على الرميات الحرة بهالمباراة. الرمية الثانية شويري عم بيسجل، واحد من اثنين تقريبا نسبته عم بتكون 50% عن الرميات الحرة، واحد من اثنين دائما. الحضور الجماهيري والجنس اللطيف أكيد الموجود
بأرض على ملعب طارق مرعبي عن الميديس توس. مجددا طارق المرعبي عم بأكد انه نجم اللقاء لمصلحة فريقه، 11 نقطة لصاحب الرقم 5. طارق مرعبي عم بأكد التقدم بخمس نقاط. عم نشوف الإعادة، طارق عن الميدي ستانس ما عم بقفي. طارق تيرن أوفر حاليا مجددا عم بيكون على جماعة الأوزاك، وبالتالي أبناء المدرب جورج كلزي على ما يبدو أنه صاروا أوت أوف فوكس بهاللحظات. شو اللي عم يعملوا طارق مرعبي بمباراة اليوم؟ عم يعمل كل شيء طارق مرعبي بمباراة اليوم، عم يمرر، عم يسجل من الميدي ستانس، عم يسجل من خارج الارك ايضا، عم يرفع رصيده ل 11 نقطة وعم يمنح التقدم للبلمنت بفارق 5 نقاط. تايم اوت اذا وفرصة امام جورج كيلزي للملمة الامور. شرب المغالي لحد هلا هو المتفوق بهالمواجهة. بعدها بتاخذ جمال الطابة بروح عند تانجي، بتبلش السايد من عند تانجي، بدي فارق بياخذ الباك بيك بيطلع من السلاجر. اوكي يعني جان مارك وينو جان مارك؟ من بعد ما تعطيه باس انت عم تلعب از وان تيجي لهون عمول سكيني منيح، اوكي تاني بيك من هون بيطلع صارت السلاجر. طنقي قدرت تفتها بتفوتها، ما قدرت تفتها ستاب باك. عندك اوبشن طارق على الشوطه، وعندك اوبشن جان مارك طالع يلعب تو مان جيم مع الفا. كمان جايز هون 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 طنقي عثمان عنوان الفريق فريق البلمند واضحة، هو محور اللعب رح يكون بآخر دقيقتين من الكوارتر الثاني بالنسبة للبلمند. طبعا بمؤازرة طارق مرعبي اللي عم يقدم مباراة أكثر من رائعة مثله مثل برنارد صليبا من ناحية الأوزاك. المفاجأة الكبرى شارب الغياب مايكل صدقة عن المباراة لحد اللحظات، صاحب المترين وتسعة سنتيمات. ما بعرف ليش جورج كيلزي بعد ما أدخل مايكل صدقة، أكيد جورج كيلزي عنده حسابات خاصة بهذا الموضوع، وخصوصا مايكل صدقة بيقدر يعمل شغل كتير كبير تحت السلة. هالأمر شفناه بالدور نصف النهائي أمام الأيو آل، هو كان واحد من أفضل مسجلي فريقه. ما بعرف إذا في شيء إصابة لمايكل صدقة عم تحرمه من المشاركة بمباراة اليوم. الأمر أكيد رح يكون أوضح بالكوارتر الثالث. عودة الفريقين إلى أرض الملعب والبوستشن مع البلمنت، مع طارق مرعبي بمواجهة الزلعوم، أيضا جون مارك جروج. جون مارك عم يسلم تانجي عثمان تماما مثل ما طلب شرب الفغالي، انما ستيل موجود هالمره من الفريد مخايل، وايضا مارك ابي خرس. مواجهه ثلاث ستيلز ورا بعضهم عم بيكونوا بالوقت يلي السلوم عم يحاول يدخل، عم يلعبها للخارج لعند جورج شويري. ايضا كارل زالون عم يعود للاستراتيجي يلي شفناها بدور الاربعه، جورج كيلزي بوجود السلوم والزلعوم كاثنين بوينت جاردز على ارض الملعب. عم يخسر الكره هالمره، طارق مرعبي عم تروح لعند جورج شويري، شويري عم بحاول، وكلوك فايوليشن مره جديده، كلوك فايوليشن وعم تنتقل البوسيشن لمصلحه البلمنت. 24 ثانيه مره وما قدر الايزاك ينفذ هجمته. ديفنس كثير منيح عم يكون من البلمنت. بنهايه الامر يلي رح يدافع بشكل افضل بمباراه اليوم هو يلي رح يطلع ربحان. مع تانجي عثمان لطارق مرعبي، ايضا طارق عم يحاول يخترق بشجاعه كثير كبيره بمواجهه الثلاث لاعبين، انما عم ينجح بالتسجيل. بتروح لعند الزلعوم منه لشويري، سريع جدا شويري، سريع جدا جورج شويري، وعم يحصل على خطا جديد واثنين فري ثروز جديد للرقم 6. برنارد صليبا عم يعود الى ارض الملعب على حسابه لجوي سلوم بالوقت يلي وجود كارل زلعوم الى جنبه لجورج شويري، عم يخلي ريتم فريق الاوزاك يكون اسرع من دون شك. هالامر عم يستفيد منه الرقم 6 بشكل كثير كبير، وعم يحصل على الاخطاء المتتاليه. اول فري ثرو المره عم بيسجلها جورج شويري، اربع نقاط اربعتهم كانوا عن خط الفري ثروز، ومره جديده ما عم ينجح يسجل. تبقى نسبته 50%، 4 من 8 لجورج شويري في مباراة اليوم. تانجا عثمان هو يلي عم يحرك اللعب بالنسبة للبلمان، ده التفاهم كتير كبير مع زميله بالمتحد طرابلس طارق مرعبي يلي عم ينجح بتخطي لعبان، عم يلعب لتانجي من برا تانجي، إنما ما عم ينجح المرة، ما عم ينجح بالتسجيل من خارج الارك تانجا عثمان. والبوستشن مرة جديدة للإزاك ولا مارك أبي خرس. ما معقول ملا مباراة. كريم الخطيب عم يتحضر للعودة
بيقدر يستفيد منه بشكل كتير كبير. شرب الفغالي على الريباوندز، انما برناز صليبا هو يلي بيحاول يخترق، وشو هالبلوك شوت يلي عملته يا جون مارك جروج، شو هالبلوك شوت يلي عملته يا جون مارك جروج يلي عم تروح على السله وعم بتسجل، لا ما عم ينجح بالتسجيل، عمل كل شيء الا انه يسجل جون مارك جروج. لاعب رائع جدا على الصعيد الدفاعي وعلى الصعيد الهجومي، عمل البلوك شوت على برنار صليبا، شوفوا التايمينج الممتاز يلي كان عم بيكون عند جون مارك جروج بالبلوك شوت يلي عمله على كابتن اليوزاك. رائعه جدا المباراه يا شربي من الناحيه الهجوميه من الناحيه الدفاعيه، مباراه عم تكون مميزه باخر الثواني، الكره عم تنقطع، عم بحاول على البازر، مش معقول هالكره لو دخلت كان ممكن على البازر وحده من اجمل السلات، ولكن الكوارتر الثاني عم ينتهي وبتقدم البلمان 29-25. اذا لحظات قليله رح نكون مع الاعلان، وايضا طنجي عثمان العائد لهالمباراه سجل 7 نقاط، يعني لاعبي المتحد طرابلس كانوا جاهزين بهاللقاء مع انطلاق الكوارتر الثالث بهاللحظات، والكره مع يحيى رعد الكره الاولى بالكوارتر الثالث. هلا حيتمكن البلمان من انه يعزز تقدمه بهالمباراه او انه الايزاك راي اخر تحت الباسكت، طارق بيعمل اسيست ولكن الكره عم تنقطع لخارج الملعب، اوت اوف باوندز لمصلحه الفريق الازرق. شرب الفغالي وتعليماته عم بتكون مستمره وبالتاكيد رح تزيد بهالاثناء، رائعه جدا الخطه المميزه كانت عم تتنفس بهاللحظات، والسله اولى بالكوارتر الثالث لالفريد مخايل، نقطته الخامسه بالمباراه. عم نشوف البلاي، قدر يمر الفريد مخايل ويكون بمواجهه السله وبهيك اماكن بالتاكيد نقطتين، يعني بوزيشنينج ممتاز كان لالفريد مخايل، قدر يهرب من الرقابه، وايضا طارق مرعبي لمحه بطريقه ممتازه ولعب له الكره بالمقابل. جورج الشويري عم بيحاول يرد من خارج الارك وعم ينجح بتسجيل 3 بوينتس، وجورج كيلزي عم يقول له واخيرا عم ينجح بتسجيل 3 بوينتس مهمه جدا كبدايه للايزاك بالكوارتر الثالث. 3 بوينتس والتقدم هو 3 بوينتس لمصلحه البلمان، نقطه السابعه لجورج الشويري، وحاليا عن 3 بوينت طارق. اوه شو عم تعمل يا طارق؟ طارق المرعبي عم بسجل نقطه ال 14 من كل المسافات، عم بيكون موجود هاللاعب، سدد من 3 بوينت، سجل من 3 بوينت، ايضا تحت الباسكت عم بيكون موجود، فعلا شرب طارق مرعبي بامتياز نجم المباراه. استفزه بشكل كثير كبير جورج شويري لطارق مرعبي، رد بشكل كثير سريع، لكن لفت لي عم شوف قد ايه كونفيدنت عم بيكون طارق مرعبي بمحاولاته، انما المواجهه يبدو رح تكون عن خط الثلاثيات، عن خط الثلاثيات ببدايه الكوارتر الثالث. مره جديده جورج شويري عم يضرب من خارج الارك وعم بيسجل، كنا عم نحكي كثير عن هاللاعب انه فعاليته كثير كبيره عاده بتكون بالمباريات، عم يفرجي هالامر ببدايه الكوارتر الثالث باثنين 3 بوينتس ورا بعضهم، عم يرجعوا على الايزاك بشكل كثير كبير الى اجواء المباراه. بوسيشن ايضا مع الايزاك بالوقت يلي طنجي عثمان يبدو تعرض للاصابه، يعني الحرب شربل مش بس على البلوك شوت، الحرب ايضا من كل المسافات وتحديدا من مسافه 3 بوينتس بهالمباراه. مع برنار صليبا هو يلي عم يحاول يخترق المره بمواجهه جون مارك جروج يلي دخل مكانه لطنجي عثمان بعد اصابه الاخير. مارك ابي خرس عم يدخل عم يخترق، انما ما عم ينجح بالتسجيل، ما عم ينجح بالتسجيل مارك ابي خرس، والريباوند كان لمصلحه الفريد مخايل. يحيى راد هو يلي عم ينطلق حاليا على البوزيشن 1 عم يطلب اسيستم بمواجهه دفاع المان تو مان يلي عم يفرضه حاليا الايزاك الفريد مخايل. الفريد عم يحاول يخترق بنفسه على السله وحاول يسجل، ما عم ينجح بالامر، بتبقى مع البلماند، بتبقى مع البلماند، والريباوند كان ليحيى راد. ايضا طارق شوفوا الدبل ديفنس عم يكون موجود على طارق، هالامر رح يفضي الفريد مخايل اللي ايضا عم يحاول يسدد من المسافه البعيده، ما بينجح بهالامر. ادوار بشاره كان على الريباوند، جوي السلوم للصليبة، درايف من برنارد صليبة، ايضا جورج شويري في ووكينج، في ووكينج امر واضح كان ووكينج من جورج شويري، حماسته كثير كبيره اصبحت للشويري. اشتعلت المباراه بهاللحظات، وجورج شويري دائما كنا عم نلاحظه بالمباريات الماضيه انه بالكوارتر الثالث بينطلق جورج شويري، هذا اللي صار اليوم. هلا حيتمكن جورج شويري من اعاده فريقه للتقدم؟ هذا السؤال الكبير، يعني هذا الامر يلي عمله بمواجهه الايو ال الي بالكوارتر الثالث والكوارتر الرابع، يمكن انطبعوا باسمه الاثنين كوارترز، قدر ياخذ اليوزاك الى المباراه النهائيه بوقتها. صحيح، وهذا الامر رح نشوف اليوم مين اللي حيفوز المباراه النهائيه، مين اللي حيفوز الايزاك ام البلماند؟ هيدا السؤال يطرح نفسه بنهائي كاس الجامعات. برنار صليبا بيلعبها للشويري عن 3 بوينت، ما بينجح هالمره،
الشويري ما عم يتمكن، ولكن البشارة اوفنس بريباوند وبيسجل ادوار بشارة. ادوار بشارة عم بيسجل اولى نقاطه بهالمباراة وعم بيقلص الفريق لنقطة. شوفوا الاوفنس بريباوند، لاعب بيمتلك جسم مميز جدا وقوة بدنية، بلم الريباوند وبيسجل بهالمكان. حاليا بتقول عند الفريد جان مارك جروج عم بيحاول يعمل كنترول على كرته، الفريد بيرتكب ووكينج امام عادل خويري. صعب الامور يعني، ما بيخطئ بهيك اماكن الحكم المميز عادل خويري. تورن اوفر والكره سايد بول حاليا للايزاك، والفارق نقطه واحده. بتبقي 6 دقائق و26 ثانيه نهايه الكوارتر الثالث من المباراه النهائيه. عمليات التبديل بالجمله عم بتكون من المدرب شرب الفغالي. السلوم جوي عم بيطلب البلاي حاليا، بيخرج له برنار صليبا. برنار بمر لعند شويري، اعتماد كبير على جورج شويري بالكوارتر الثالث، ولكن التيرن اوفر من جورج شويري. انا جورج شويري عم يعمل التيرن اوفر للمره، هو التيرن اوفر الثاني على التوالي يلي عم يعمله. كان عمل ووكينج بالكرة السابقة، لاعب نادي الحكمة يلي بيعرف كثير منيح الملعب، مثل مارك ابي خرس كنا عم نتحدث عن هالامر. مش مستغرب ابدا يسيب السلة من كل المسافات بالوقت يلي جون مارك جروج بوحدة من اختراقاته الرائعة عم ينجح يسجل بايده الشمال. برافو لجون مارك جروج، 6 نقاط اصبح رصيده. بالمقابل برنار صليب عم يحاول ياخذ الامور على عاتقه، عم وصلها لادوار بشارة، وفي خطأ لمصلحة ادوار. ادوار بشارة يلي عم يلعب دور مايكل صدقة بهالمباراة. سنتر نادي يو بي اي نادي بيبلوس ادوار بشارة، ما شفناه بمباراة الدور نصف النهائي، انما عم بيكون حاضر بقوة بمباراة اليوم. ما عم ينجح يسجل اول فري ثرو. الوقت يلي بحاجة الايزاك لكل نقطة، عدد كبير من الفري ثروز ضيع اليوم فريق جامعة الروح القدس. ادوار ايضا ما بينجح بالثانية، ريباوند لتانجي عثمان. تانجي لعبها لجون مارك، الجروج ايضا عم يستفيد من سكرين يلي عم يعملها عبد الله زخريا، بتروح لعند طارق مرعب بمواجهه السلوم. ايضا طارق عم يخترق بطريقه ممتازه، عم يطلع للباسكت انما ما عم ينجح يسجل. شوفوا الصراع الكبير على الريباوند والكره عند الزخريا، وفي خطا لمصلحته. عبد الله زخريا عم يحصل على الخطا وعم يحصل على 2 فري ثروز. ودائما محور اللعب عم بيكون طارق مرعبي. الصراع عم بيكون كثير قوي تحت الباسكت شاربي، الان كان حتى من اللاعبين المنن كثير طوال بالقامه عم بيدخلوا تحت الباسكت بشكل كبير، عم بيكون في صراع رهيب تحت السله اليوم. شارب استاني صاحب الست نقاط لمصلحه الايزاك عم يعود ليدخل الى ارض الملعب مكانه لادوار بشاره. حاليا مارك ابي خرس رح يتحول هو للسنتر بالفريق. ادوار بشاره لاعب نادي بيبلوس. عبد الله زخريا عم يضيع اول فري ثرو، ما عم ينجح بالثاني ايضا. تونغي موجود على الريباوند، موجود على الريباوند تونغي عثمان ليسجل ولا يرفع تقدم البلمند الى 5 نقاط بمباراه اليوم 38-33. مارك ابي خرس منه لبرنار صليبا، بيلعب بشكل كثير منيح وظهره للباسكت. برنار عم بيحاول يسجل، محاولة جميلة كانت من برنار صليبا. ايضا ريباوند موجود لمارك ابي خرس، وشوفوا الصراع الكثير كبير تحت الباسكت. عم يحسم عادل خويري وعم بيقول اوت اوف باوندز لمصلحة الايزاك. فيري جود ديفنس شربي للفريق الازرق بلمندا المباراة تحديدا تحت السلة، يعني ما عم بيسمح لفريق الايزاك انه يكون مرتاح تماما تحت السلة. امر واضح وتحسب للمدرب شربي الفغالي تحضيره لهالمباراة. الكرة حاليا لجورج شويري، شويري لعند برنار، ممكن عن 3 بوينت خطأ، خطأ على الخطيب، يعني أخطاء للخطيب عم بتزيد. كريم الخطيب صاحب الرقم 9 عم يرتكب خطأ، وده خطأه الثاني. خطأ واضح كان، الدفع كان موجود على مارك أبي خرس، عم نشوفها بالإعادة إلي. صحيح خطأ واضح ظاهر أمامنا على الشاشة. حاليا المباراة عم تستكمل، السلوم عم بيطلب بالبلاي لعند جورج شويري، شويري عن 3 بوينت ما بيسجل شويري مجددا. الشويري عن 3 بوينت عم بيسجل نقطة، بدنا نشوف الحكم شو احتسبها، نقطتين او نقطتين على الاكيد نقطتين. اذا نقطتين لشويري كان داعس على الخط. 35-38 ونقطتين جداد
لجورج شويري، اصبح رصيده 12 نقطه حاليا. الجروج بيلعبها لعند طارق، طارق بيتقدم لتحت الباسكت، الفريد عم بيعمل ووكينج، الفريد مخايل عم بيرتكب التورن اوفر. عم نشوف بالاعاده شويري كان داعس على الخط تماما، صحيح قرار اكثر من ممتاز لحكم المباراه توني خوري، قرار ممتاز والدعس على الخط كان واضح من جورج شويري. الفرق 3 نقاط، برنار صليبا مجددا لجورج شويري نجم المباراه بالكوارتر الثالث على ما يبدو. الكوارتر الثالث كوارتر دائما مكتوب باسمه لجورج شويري. ممكن حاليا السلوم بيتقدم، السلوم بعيد الكره للخارج لشويري عن الثري بوت، ما بيتمكن من التسجيل والكره حاليا تستكمل الفاست بريك. تونجي عثمان وبيحصل على خطا، تونجي عثمان عم بيحصل على خطا ومرتكب الخطا عم بيكون مجددا جوي سلوم لاعب نادي اليسار سور وخطاه الثاني بهالمباراه. الحضور الرسمي الظاهر امامنا على الشاشه لمباراه النهائيه بكاس نصر جميل لحفظ الجامعات بكره السله من تنظيم جامعه الاي ال. طنجي، طنجي بيلعب التمريره لعند الفريد تحت الباسكت، ما بيتمكن من التهجير اوفنسيف ريبوند. مجددا الصراع تحت السله، مين عم بيحسمه؟ عم بيحسمه الايزاك، عم بيحسمه برنار صليبا بالفاست بريك، بيلعبها لعند البشاره. البشاره بهيك اماكن اكيد ما راح يعمل الدرايف لانه لاعب طويل ما بيتمتع بامكانات الدخول الى السله من هالاماكن. برنار بيلعبها عن الثري بوت ما بينجح، الكره عم بتكون قصيره لبشاره بستانه. مجددا اوفنسيف ريباوند، بشاره بيلعبها لعند برنار صليبا. شويري عم بتحضر لو ممكن الدخول على السله، شويري شويري بمر ولكن عم بيحصل على خطا. مجددا كريم الخطيب، خطا الثالث لصاحب الرقم 9 كريم الخطيب يلي عنده مواجهه عم بتكون خاصه مع جورج شويري، وبالتاكيد المواجهه عم بتكون صعبه لان جورج شويري مثل ما حكينا عم بيكون لاعب سريع ولاعب بيتمكن من الدخول من كل الاماكن. كارزا العوم عم يعود الى ارض الملعب اليه بالوقت البوسيشن مع الايزاك. برنار صليبا تحديدا منه لادوار بشاره بده يحاول يستفيد من طوله بمواجهه الفريد مخايل. في اوفنسيف فول، اوفنسيف فول هالمره عم يرتكبه ادوار بشاره على الفريد مخايل، والبوسيشن عم تنتقل لمصلحه البلمان. شوفوا بالاعاده الامر الواضح كان في دفع، والاوفنسيف فول هالامر يلي كان عم بيقوله الحكم الدولي توني خوري. تانجي عثمان منه لطارق مرعبي، اعاده الكونكشن بين رقم 5 والرقم 2 على ارض الملعب. طارق مرعبي ايضا، طارق شوفوا الدبل ديفنس الموجود عليه. طنجي عثمان، طنجي بمواجهه الشويري، الفريد مخايل عم يحاول يعمل سكرين، طنجي عم يخترق السله بيحاول يسجل، انما الريباوند عم يروح لعند كارل زلعوم. كارل السريع، كارل عم يدخل، كارل عم يخترق بيوصلها للشويري. ايضا محاولات وخوف من وجود الفريد مخايل تحت السله، انما برنارد صليبا ما بيخاف من شيء، برنار صليبا ما بيخاف من شيء، عم يسجل نقطته ال 14 بطريقه ممتازه، دخل اخترق وسجل بايده الشمال. جمهور الايزاك حاليا عم ينفجر بمدرجات قاعه نادي غزير، عم يشجع فريقه يلي اصبح على بعد نقطه وحده من البلماند يلي حاليا البوسيشن معه تحديدا مع المرعب النمبر 5 عم يخرج تحت الضغط من كالزا العوم، انما عم بيعود عم يعمل درايف عم يطلع بالعالي بالعالي عم بيطير وعم بيسجل طارق مرعبي. هو الرعب بالنسبة لدفاع الإيزاك عم بيكون بمباراة اليوم. 16 نقطة للمرعب الرائع الجميل يلي عم بيسجل بكل الطرق. جورج شويري مجددا على الارك عم بيسجل، جورج شويري ايضا، جورج شويري ايضا عم بيسجل. هيدا هو الكوارتر يلي عم بيصير باسمه لجورج شويري، دخل الى الكوارتر الثالث معه 4 نقاط فقط، عم بيسجل 3 3 بوينتس ورصيده اصبح 15 نقطة، أفضل مسجلي فريقه أمام برنارد صليبا صاحب ال 14 نقطة. بالوقت الجروج عم بيحاول يرد، أيضا عم بيسجل الجروج، الجروج عم بيحاول يرد وعم بيعيد الأمور إلى حالها. أي تقدم البلماند يلي أصبح متقدم بفارق سلة وحدة على الإيزاك بعد ما كان التعادل موجود. أيضا بشارة بستاني منه لإدوار بشارة، ادوار بشاره شوف الضغط الكبير يلي عم بيكون موجود عليه. ايضا بشاره بستاني مجددا، كارزا العوم بمحاوله عن 3 بوينتس بايده الشمال، ادوار بشاره عم يلم الريباوند، عم بلم الريباوند وعم يحصل على خطا. وجود البيج جاي تحت السله عم بيكون مزعج جدا لالفريد مخايل ولا البلماند. ما معقول ملا مباراه شربل، فعلا عم بتكون مباراه مستوى عالي جدا وبيليق
بالرياضة الجامعية فعلا. يعني إذا لو أهلي نعتقد أنه مباراة بالدرجة الأولى بكرة السلة فعلا. إدوار بشارة عن خط الفري ثروز، ما عم ينجح بالتسجيل، عم ينجح بالتسجيل. أول فري ثرو، ثالث نقاطه بالمباراة لسنتر فريق الأوزاك. أيضا إدوار عم ينجح بالثانية، من اثنين لأدوار بشارة اللي أصبح رصيده أربع نقاط بآخر 47 ثانية من الكوارتر الثالث. حاليا البوسيشن مع البلمان، طنجيا عثمان، جون مارك جاروش تحت رقابة بشارة بستاني، يحيى رعد يعمل فيك على الارك وبيوصلها للجروج، انما الجروج ما عم ينجح انه يسجل. جون مارك جروج انما في خطا عم يرتكبه كان كارل زلعوم. تبقى مع البلماند والنتيجه حاليا، النتيجه متعادله بين الفريقين 42 42. يحيى رعد، طارق مرعبي ايضا بحاول عن الثري بوينتس، المره الكره بترفض تدخل السله، محاوله ايضا جريئه. يعني الامر الواضح يلي عم يحاول يعمله شرب الفغالي هو عم يخلي يحيى رعد يكون البلاي ميكر، طيفضي اكثر مساحه ممكنه او اكبر مساحه ممكنه لطارق مرعبي ليحاول يسدد من كل المسافات. بالوقت يلي بيرنال صليب عم يضرب من بعيد، ما بينجح بالتسجيل. جون مارك جروج على الريباوند، يحيى رعد ايضا، شوف الترانزيشن ديفنس سريعه من الاوزاك، يحيى بحاول يسدد بالثواني الاخيره وعم ينجح بالتسجيل. 42 42، النتيجه بتحكي عن حاله مشاهدينا، عن روعه هالمباراه، عن شده المنافسه بهالمباراه، عن تقارب مستوى الاوزاك والبلماند بهالمباراه. الكوارتر الاول كان عم ينتهي 13 11 لمصلحه الاوزاك، البلماند رد بقوه بالكوارتر الثاني 29 25، وبالكوارتر الثالث يلي كان عم يلتهي من ثواني النتيجة هي التعادل 42 42. هيدا هو الباسكتبول الجامعي، هيدي هي الرياضة الجامعية اللي من المفترض دائما مثل ما بنقول تكون خزان لكل الأندية بلبنان على صعيد جميع الرياضات. يعني اتحاد الجامعات يلي من المفترض انه يصير انشط وانشط، يعني بعد استلام نصري لحود رئاسة لجنته من المتوقع انه بعد اصدار طبعا رزنامه النشاطات الرياضيه لهالاتحاد انه النشاطات تصبح افضل ويكون لها مردود اكبر، ان كان على صعيد كره السله، على صعيد كره القدم، على صعيد الفوتسال، على صعيد الفولي بول، حتى على صعيد السباحه، العديد من الرياضات والعاب القوى ايضا بدون ما ننساها، والمدينه الجامعيه بالحدث يلي ممكن تستضيف العديد من الاحداث الرياضيه. مع اللوحة الجماهيرية الرائعة لجمهور الإزاك، مبسوطين تماما جمهور الإزاك بهالمباراة وتحديدا بالكوارتر الثالث. جورج شويري لقى نفسه، وأيضا برنار صليبا، اللاعبين يلي قدروا بشكل او باخر يخلوا فريقهم بالمباراه. ولو انه برنار صليبا ما نجح بالتسجيل الا سله واحده بالكوارتر الثالث، لكن عوده جورج شويري الى ممارسه هوايته المعتاده بالتسجيل من خارج الارك عم ترفع كانت الاوزاك، وعم تسمح للاوزاك بالعوده بشكل كثير بالمباراه. والكوارتر يلي كنا ناطرينه، الكوارتر الرابع يلي راح يكون من دون شك حاسم بمباراه اليوم. بدنا نشوف شو القاسم المشترك رح يكون بهالمباراة بين الفريقين. هل رح تكون فقط النتيجة 42 42 ببداية الكوارتر الرابع؟ أكيد بانتظار بداية هالكوارتر اللي حاليا الكرة مع الإزاك وعن الثري بوينت، كان ممكن يضرب المسافة البعيدة بأول الكرات، ولكن مجددا الزلعوم بعيدة للشويري، هيدي المسافة اللي بحبها ما بيسجل المرة. شويري أوفنسيف ريباوند، مجددا اشتعلت المباراة بشارة بستاني لبرنار صليبا، برنار عم بيحاول يخترق السلة، برنار بيلعبها لعند الزلعوم، كارل بيلعبها لتحت السلة لعند بشارة وبيسجل نقطتين، نقطتين للرقم 21 ادوار بشارة، نقطة السادسة بهالمباراة. وعم بيتقدم الاوزاك 44 42، كوارتر مفترض يكون ناري، كوارتر مفترض يكون من اعلى طراز بنهائي كأس نصر جميل لحود للجامعات من تنظيم الايو ال بهالموسم، تنظيم اكثر من رائع للايو ال.
الكرة حاليا الفريد بيخترق السلة وما بيسجل الفريد الريباوند صراع على الريباوند بيحسموا الإيزاك حاليا عم ينطلق كارل زلعوم بيلعبها لعند برنار صليب والتمريرة ولا أجمل تحت الباسكت ما عم بيتمكن من التسجيل بشارة بستاني التمريرة كانت رائعة من برنار صليبة ولكن بشارة بستاني ما تمكن من رفع الفارق لأربع نقاط كان من المفترض تكون إيزي باسكت لبشارة بستاني إنما ما عم يقدر يستفيد الإيزاك من هالأمر وعم يرتكب الخطأ أيضا والبوسيشن عم بتعود لمصلحة البلمنت لمصلحة طارق مرعبي تحديدا طارق مجددا بمحاولاته طارق طلع طابة لبرا لعند جون مارك جروج ايضا جون مارك عم يستلم مجدد محاولة اخراج الكرة عن طارق مرعبي طارق مجددا طارق مرعبي الفريد مخايل الفريد بمحاولة جديدة عم يحاول يستعين بالبورد انما ما عم يحاول يسجل عم تروح الريباوند لعند كارل زلعوم نمبر 34 عم ينطلق كارل زلعوم ايضا تمريره جميله جدا لادوار بشاره يلي ما عم ينجح بالتسجيل جون مارك المره هو على الريباوند شوفوا سرعه المباراه بالكورتر الرابع شوفوا الفاست بريك اللي عم يحاول يعملها جون مارك جروج اللي عم يحاول يلعبها ايضا على البورد مقطوعه الريباوند مره جديده والبوسيشن مره جديده عند الايزاك مع كارل زلعوم عم يهدي اللعب كارل زلعوم عم يطلب البوزيشنينج من زملائه بوينت جارد فريق الايزاك تروح الكره لعند بشاره بستاني ايضا الشويري جورج بحاول يخترق جورج الشويري رال عند كارل ثانيه واحده على تنفيذ الهجمه كارل زلعوم بيسدد وبرنار صليبا بياخذ الريباوند وبيسجل الريباوند لبرنار صليبا ليسجل نقطه ال 16 والايزاك حاليا عم يتقدم بفارق اربع نقاط على البلماند فجاه اصبح الايزاك متقدم على البلماند شرب الفغالي منه راضي ابدا عن الديسيبلين الدفاعي اللي موجود عند فريقه بالوقت يلي تانجا عثمان تانجي عثمان حاول يدخل انما الكره ما دخلت بمحاولته الاخيره شرب الفغالي عم يطلب من حكام الطاوله التايم اوت بالوقت يلي جورج الشويري بحاول يخترق ما بينجح بالتسجيل برنار بلم الريباوند بحاول يسجل ايضا ما بينجح والكره الى خارج ارض الملعب والتايم اوت راح يكون موجود تايم اوت كان طلبه شرب الفغالي بدايه اكثر من رائعه بالكوارتر الاخير لمصلحه الايزاك والتقدم اربع نقاط لمصلحة الفريق الأبيض وقت كتير حساس بالمباراة كان بهاللحظات يعني لو تمكن الإيزاك من تسجيل النقاط الماضية كان ممكن يرتفع الفرق لست نقاط عم نشوف كنا بالإعادة سلتو لبرنار صليبا كيف لم الريباوند وحجز كريم الخطيب إلى يساره وسجل بإيده اليمنى المشهد الرائع لمنطقة غزير ولقاعة نادي غزير الرياضي مطرح ما نحن موجودين بالداخل لنقل وقائع مباراة البلمنت والكاسليك هالملعب يلي شهد امجاد كبيرة بكرة السلة اللبنانية لما نقول ملعب نادي الرياضي غزير ما فينا ما نذكر الحكمة وامجاد نادي الحكمة وتحديدا بطولة الاندية العربية وبطولة الاندية الاسيوية بهالملعب بالتحديد الي فاز الحكمة ببطولة الاندية الاسيوية ببطولة الاندية العربية ايضا منتخب لبنان احتفل بكأس ستانكوفيتش بهالملعب بالتحديد كان آخر ألقاب منتخبنا الوطني اللي بنتأمل إنه الكامبين المقبلة له تكون ممتازة جدا ويقدر يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 مثله مثل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يلي بكرة راح يقص شريط افتتاح مبارياته بتصفيات آسيا الأولمبية راح يكون عم بيواجه المالديف مباراة أكيد راح تشوفوها مباشرة عبر شاشة الجديد ابتداء من الساعة 6:30 وتحديدا بعد نهايه برنامج اوف سايد مع حسن شراره كل التصفيات رح تشوفوها عبر الجديد وايضا قناه هواكم فيكم تطلبوها من موزعي الكيبل عندكم لفي حال تعارضت المباريات مع النشره المسائيه لقناه الجديد تقدروا تستكملوا المباريات عبر قناه هواكم يلي هي القناه الشقيقه لقناه الجديد بالوقت يلي طارق مربي حاليا البوسيشن معه مع البلمان تحت رقابه كارل زلعوم جان مارك جروج ايضا رمزي بشارة هو اللي عم يعمل الديفنس على جروج مواجهة بين الرقم 15 من كل فريق بالوقت يلي طارق مرعبي بوصلها لعندها الفريد مخايل الفريد عم يخترق عم يحاول يسجل ما عم ينجح بالامر عم يلم الريباوند عم يصير خطأ الفريد مخايل مزعج جدا تحت سلة الايزاك الي مزعج تماما الفريد مخايل وحاليا عم يحصل على الخطأ الثاني هذا الخطأ الثاني على ادوار بشارة
اللي عم بيخرج حاليا من ارض الملعب ادوار بشاره وعم بيدخل مكانه مارك ابي خرس لاعب نادي الحكمه. 46-42 سايد بول حاليا. الكره على عند طارق عن 3 بوينت المرعبه، عم بيسجل المرعب طارق المرعبه، عم بيكون مرعب بهالمباراه. نقطه 19 بهاللحظات وعم بيقلص 2000 نقطه وحده. عم نشوف بالاعاده اوبن شوت الرقم 5 بالباسكت. اكيد هيدا الامر يلي كنت عم بتحدث عنه اللي طارق مرعبي هو المرعب المزعج من كل المسافات بالنسبه للايزاك اللي كان عم يحاول يرد عبر مارك ابي خرس، انما ما عم ينجح بالتسجيل. مارك عم يحصل على الخطا. الفهد مخايل عم يرتكب خطا على مارك ابي خرس حاليا. عم نشوف بالاعاده امامنا الخطا واضح، يعني ايده كانت عم تمتد على جسمه لمارك ابي خرس، وبالتالي رميتين والخطا الثالث على الفريد مخايل. مارك ابي خرس امامنا على الشاشه صاحب الرقم 23 عم بيسجل الرميه الاولى 47-45. لما نقول الرقم 23 ما فينا ما نقول الا مايكل جوردن. مايكل جوردن يلي حمل هالرقم الاشهر، ومن بعده ليبرون جيمس طبعا واحد من ابرز نجوم الان بي اي حاليا. مارك ابي خرس عم ينجح من تسجيل النقطة الخامسة 47-45. الايزاك عم بيتقدم بفرق نقطتين. مارك جروش شو مارك بيلعب الكرة لعند طارق، طارق عم بيطلب البلاي حاليا، عم بيتقدم لعنده الخطيب بيعمل له سكرين بيحاول المرور. طارق طارق بيلعبها لعند شو مارك، ممكن عن 3 بوينت تيرن اوفر. ستيل مميز، ستيل مميز، وحاليا هناك مشكلة على ما يبدو بال 24 ثانية، ولكن المباراة عم تستكمل والحكم عم بيقول خطأ. ساعة ال 24 ثانية اللي وقفت للحظات بملعب النادي الرياضي غزير، ولكن تداركوا الأمر بشكل سريع. رميتان حاليا لطنجي يلي غاب بشكل كبير عن هالمباراة، وطنجي عم يستكمل غيابه عن اللقاء. يعني طنجي عثمان 9 نقاط ووقف عند 9 نقاط، تراجع رهيب من طنجي عثمان وتحديدا بالكوارتر الثالث والرابع. لكن بدون شك يا هذا الامر بيرجع للدفاع الكثير منيح يلي عم يعملوا الايزاك على طنجي عثمان، عم يتبادلوا اللاعبين، يعني عم يكون في نوع من الروتيشن برقابته لطنجي عثمان. هالامر اكيد خلفه جورج كلزي المميز بالاستراتيجيات الدفاعيه. بالتاكيد جورج كلزي المدرب الوطني المميز. الشويري حاليا عن 3 بوينت بعيدا للخلف، السلوم بيخترق الباسكت بيلعبها عن الارك عن 3 بوينت ما بينجح، ولكن الاوفنسيف ريباوند اند 1 للخرس رائع لصاحب الرقم 23. كنا عم نشوف رمزي بشاره عم بيضرب المسافات، اوفنسيف ريباوند لا مارك طبعا ابي خرس يلي عاد للمباراه، سجل نقطة السابعة اند 1 للجمهور الازرق. الايزاك عم بيعود للقاء لنا من مسافة بعيدة 50-45. وبلش مارك ابي خرس يلعب الدور يلي هو منتظر منه، دور لاعب الارتكاز المزعج تحت الباسكت. كان عم بيسجل مرة جديدة 7 نقاط اصبح رصيده، وعنده اكيد محاولة عن خط الفري ثرو. وهيدا هو الايزاك يلي تعرفنا عليه بالشوط الاول او بالربع الاول من هالجيم. 50-45 عم يتقدم الايزاك. مارك ابي خرس حاليا حكم عادل خويري اللي كان احتسب تكنيكال فاول على كريم الخطيب من فريق البلمانت. مارك عم بيسجل اولى محاولاته، الثانيه ما عم ينجح فيها. ثمان نقاط رصيده لمارك ابي خرس، والتكنيكال فاول طبعا عم يخلي البوسيشن تبقى مع الايزاك مع جورج شويري تحديدا. نمبر 6 بيلعبها لعند رمزي بشاره، بتعود لشويري ايضا. مارك ابي خرس لرمزي، رمزي عم يدخل انما بلوك فايوليشن. انتهوا ال 24 ثانيه قبل ما ينجح الايزاك بتنفيذ هجمته. 5 دقائق و8 ثواني على نهايه المباراة. شو ممكن يعمل شرب الفغال التي يخلي فريقه يرجع يستعيد المبادرة يستعيد التقدم؟ متأخر حاليا البلمنت بفارق 6 نقاط بعد ما كان انهى الكورت الثاني وهو متقدم بفارق 4. يحيى رعد منه لطارق مرعبي، طارق ايضا عم يحصل على خطأ من رمزي بشارة هالمرة. بالوقت يلي عم يطلب شرب الفغالي من جون مارك جروج يعمل الهلب لطارق مربي عند بتكون هالبوسيشن معه. يحيى رعد لطارق مجددا،
جوي سلوم على رقابته تونجي عثمان عم يدخل ما عم ينجح بالتسجيل تونجي عثمان تو فري ثروز لتونجي عثمان حاول بايده الشمال تونجي وحصل على تو فري ثروز الرميات الحرة مهمة جدا بالنسبة للبلمانت بهالتوقيت تحديدا تونجي بينجح بالتسجيل الأول وبيقلص الفارق لخمس نقاط 51-46 لمصلحة الأوزاك تونجي أيضا ما بينجح بالثانية ريباوند عن برنار صليبا جوي سلوم منه لرمزي بشارة أيضا مارك أبي خرز جورج شويري عن خط 3 بوينت جورج شويري ما عم ينجح بالتسجيل أيضا ريباوند موجود مارك أبي خرز بس غابة من مدافعي فريق البلمانت ما عم ينجح بالتسجيل طارق مرعبي عم تروح لإله فاست بريك من طارق طارق ايضا طارق بيقدر يسرع الريتم وقت ما بده وبيقدر يهدي الريتم فريقه وقت ما بده هيدا هو اللاعب يلي بيقدر يعمل البالانس يلي بيقدر يعمل التوازن بهيك اوقات بهيك نوع من المباريات الفريد مخايل عن 3 بوينتس عم بيحاول لعيب الفريد مخايل حاضر الفريد مخايل عن 3 بوينتس عم يضرب عم بيسجل وعم بيخلي الفارق يصير نقطتين لمصلحة الأوزاك لاعب فارق على طول صحيح هو بيلعب بمركز الارتكاز انما من خارج الارك ايضا خطير كان عم ينجح يسجل 3 بوينتس دلوقتي يلي جورج شويري ايضا عم يحاول يوصلها للسلوم سلوم بيعمل كنترول على كرته لشويري مجددا من 3 بوينتس ما بينجح بالتسجيل مرة جديدة عم يمرق ال 24 ثانية والأوزاك ما عم ينجح انه يسجل جورج كيلزي عم يفكر بالحلول بفتكر ما رح يتاخر انه يطلب التايم اوت ليرجع الامور الى نصابها السؤال الكبير شو رح تكون الحلول لانه المباراه اصبحت متقاربه جدا من بعد ما وصل الفريق لست نقاط بالكوارتر الرابع ما زال هناك 3 دقائق ونص والمباراه فقط على فارق نقطتين مين رح يفوز البلمند او الاوزاك بنهائي كاس لبنان الجامعات الكره حاليا عند الفريد الفريد عم بيلعب بظهره على الباسكت بيسجل الفريد مخايل عم بيلعب بظهره تحت السلة وعم بيسجل وعم بيعدل النتيجة بهاللحظات 51-51 نقطة العاشرة للاعب الارتكاز بالبلمان فعلا المباراة رائعة جدا باخر 3 دقائق وعلى صيحات الديفنس من جمهور البلمان حاليا شويري لا بيخرج عن الثري بوينت ما بينجح والكرة عم بتعود للبلمان عملوا الكومباك جماعة البلمان بهاللحظات وبهاللحظات ايضا مثل ما قلت يا شاربير جورج كيلزي بده يعدل الامور بده يبدل الامور عم بيطلب التايم اوت باخر 2:51 يعني بدون شك هيدا الامر منتظر ليعيد الامور الى نصابها بالوقت يلي الفريد مخايل كان عم ياخد الامور على عاتقه من ناحيه البلمان عم يسجل 5 نقاط متتاليه 3 بوينتس وسله ايضا من تحت الباسكت عم يخلي الامور متعادله 51-51 شوفوا الكل على اعصابه بقاعه نادي غزير الكل على اعصابه بقاعه نادي غزير والوجوه الجميله ايضا قلقه بقاعه نادي غزير مين راح يفوز بهالمباراه البلمنت او الاوزاك طارق بتنزل اللي عم بيصير عم تكون ضابطه بالنص ما عم يقدر يستلم طارق مرتاح يعني إذا كان الفريد مخايل عم بيكون لاعب تحت السلة وأيضاً عم بيدرب المسافات البعيدة أيضاً عم نشوف مارك أبي خرسة اللي عم يستعمله جورج كيلزي بأوقات كتيرة بهالمباراة كلاعب سنتر تحت الباسكت وأيضاً عم بيلعب من المسافات البعيدة عم بيقدر يتمكن من الدخول إلى السلة تنشوف حالياً شو رح يكون خطط المدرب جورج كيلزي للعودة إلى المباراة يعني نجح فريق البلمند مع المدرب شربي الفغالي من عمل الكامباك بهاللقاء وبالتالي النتيجة متعادلة حاليا طارق المرعبة مرعب المباراة للفريق الأجزاء فعلا تانجي عثمان تانجي لاعب الخبرة لاعب نادي المتحد هلا حيتمكن تانجي من انه يحمل فريقه
بهالاوقات الفريد مخايل بحاول يعمل الدرايف على الباسكت ما بينجح هالمره. الفريد هذا كنا عم نقوله. مارك ابي خرس عم بلم الديفنسيف ريباوند وعم يحصل على خطا. مارك ابي خرس والفريد مخايل، المباراه اصبحت صراع تحت الباسكت مجددا. الخطا لصالح الرقم 23 كارل زلعوم اللي عم بيطلب البلاي حاليا، بيلعبها لعند بشاره بستاني صاحب الست نقاط بهالمباراه، بعيده لعند كارل. كارل بيلعبها لعند برنار صليبا قائد فريق الاوزاك، عم بيحاول الدخول على السله، عم بيدخل برنار وعم بيسجل نقطتين برنار صليبا بالوقت المطلوب. قائد الاوزاك عم بياكد انه قائد بهالمباراه وعم بيسجل نقطتي التقدم 53-51. عم بيعود برنار صليبا يلعب الدور يلي لعبه بالكوارتر الاول، عم بيلعب الدور يلي بيخلي فريقه يتقدم. برنار صليبا ايضا بهالمحاوله، انما هالمره وسط مضايق من الفريد بخايل ما عم ينجح بالتسجيل. طنجي عثمان، شو هالاسيست يا لعيب يا طنجي عثمان، وجان مارك جروج حاضر تحت السله على الفولو تيسجل وتيعادل الارقام. شو هالمباراه المجنونه يلي عم تشوفوها مشاهدينا عبر شاشه الجديد بين البلماند والايزاك، فعلا مستوى عالي كثير للباسكت بول الجماعيه. بالوقت يلي كارل زلعوم عم يحاول يخترق ويسجل بايده الشمال ما عم ينجح بهالامر، في خطا لمصلحه الايزاك، في خطا لمصلحه مارك ابي خرس. فعلا ما معقول هالاداء بهالمباراه، يعني حتى المدربين حرب تكتيكيه بامتياز واضحه امامنا بالمباراه النهائيه. يا ريت نشوف يا جيلبار الاسيست الرائع من طنجي عثمان لجون مارك جروج بالطريقه يلي سجل فيها البلمنت سله التعادل. بلكي بعد هالترو تو فري ثروز يلي راح يسددهم مارك ابي خرس، عم ينجح بالاولى مارك، نقطه التاس على مارك 54-53 للإزاك. ايضا عم ينجح بالثاني مارك ابي خرس بالاعاده. شوفوا هالاسيست، شوفوا هالفولو، وشوفوا روعه فريق البلمان كان بهالكره الاخيره. طنجي عثمان مجددا لاعب متعه فعلا، طنجي عثمان لجون مارك جروج محاول 3 بوينت ما بتنجح هالمره. الاوت اوف باوندز لمصلحه الإزاك المتقدم حاليا بفارق سله واحده قبل الدقيقه وخمس ثواني على نهايه المباراه وعلى نهايه الكوارتر الرابع. كارل زلعوم، شو ممكن يعمل كارل زلعوم بهالكره؟ شو ممكن يعمل ايزاك؟ هل رح ينجح يسجل؟ في حال سجل رح يتقدم اربع او خمس نقاط، رح يكون مرتاح باخر ثواني هالكوارتر مع برنار صليبا. بحاول يدخل برنار للخارج لعند رمزي بشاره، ايضا رمزي اربع ثواني على التفيز الهجمي. كارل زلعوم عن الثري بوينتس ما بينجح يسجل، وايضا ريباوند جون مارك جروج حاضر، جون مارك جروج حاضر على ريباوند ويحيى رعد. طنجي عثمان المحاوله، محاوله التعادل للبلماند مع جون مارك جروج. يحيى رعد، يحيى مباراة الأعصاب بدأت. يحيى عم بيحاول يسجل لما ما عم ينجح، ما عم ينجح. برنار صليبا على الريباوند والفاست بريك عم تنطلق لمصلحة الكاسليك، والخطأ عم يرتكبه ألفريد مخايل لتوقيف الوقت. فعلا هيدا الأمر يلي عم يحصل، ألفريد مخايل عم يرتكب الخطأ قبل 12 ثانية على نهاية المباراة وعم يخرج بالأخطاء الخمسة. عم يخرج الفريد مخايل بالاخطاء الخمسه، ورمزي بشاره راح يحصل على فرصه تسجيل اول نقاطه بمباراه اليوم. اليوزاك متقدم بفارق نقطتين على البلمنت. رمزي بشاره بسجل اول فري ثرو رمزي واول نقاطه بمباراه اليوم. بالوقت يلي برنار صليبا لا يزال افضل مسجل باللقاء لمصلحه اليوزاك ب 18 نقطه، من بعده جورج شويري ب 15 نقطة. رمزي الفري ثرو الثاني ما عم ينجح فيها، ايضا البوسيشن لبرنار صليبا والخطأ ايضا هالمرة طارق مرعبي عم يعمله، عم يعمل الخطأ طارق مرعبي هالمرة على برنار صليبا. فرصة امام برنار لرفع رصيده الى 20 نقطة ويكون افضل سكورر بمباراة اليوم. يعني اذا سجل برنار صليبا رمي من رميتين اثنين بتصور الامور رح تصير صعبه على جماعه البلمنت. من ثواني على نهايه المباراه يا الي، والايزاك متقدم بفارق ثلاث نقاط. برنار صليبا ما عم ينجح باول فري ثرو،
شوفوا جمهور الإزاك كله وقوفا بمدرجات قاعة غزير بانتظار الفاينل ويسل، بانتظار انه يسمع صافرة النهاية. برنار ايضا ما بينجح يسجل، والتايم اوت لشرب الفغالي. تايم اوت باخر 7 ثواني. شو اللي ممكن يعمله شرب الفغالي ليغير الامور؟ هل رح ينجح بمعادلة الارقام؟ هل رح ينجح بسلة قاتلة من خارج الارك عبر طنقي عثمان، عبر جون مارك جروج، عبر طارق مرعبي بحسم الامور لمصلحته؟ الجواب رح يكون بعد نهاية التايم اوت. طارق انت هون، معي كريم هون، معي يحيى هون. اسمعني كيف بتعمل باك بيك لكريم ليفوت. اوكي يحيى رح تاخذ بيك من طارق، بتطلع لهون طارق لبعد البيك، بعمل رول لهون. انت ادفع من بعد ما انا عامل بيك ادفع. ثلاث نقاط هو الفارق اذا يلي عم يفصل الاوزاك عن البلمان، 56-53 لمصلحة الاوزاك، واقل من 8 ثواني بتفصل واحد من الفريقين عن لقب كأس لبنان للجامعات، كأس نصري جميل لحود، القاضي الراحل نصري لحود، رئيس السابق للاتحاد اللبناني، الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات، اللي استلم المنصب من 56 لحد وفاته، الرئيس التاريخي والاسطوري للاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات، وجامعه ليؤال يلي عم تعود وعم تحيي ذكرى نصري جميل لحود عبر هالدوره المميزه وعبر هالكاس، كاس لبنان يلي نظمته. سايد بول حاليا للبلماند، الفرصه الاخيره امام الفريق الازرق لمعادله الارقام، وليش لا الفوز بالمباراه. طنقي عثمان وزملائه شو ممكن يعملوا باخر 7 ثواني و9 اجزاء من الثانية؟ مشجعات الاوزاك او جميلات الاوزاك اذا فينا نقول على اعصابهم ايضا. عادل الخويري عم يطلب تنظيف ارض الملعب، الامر طبعا ضروري حفاظا على سلامة اللاعبين، وهيدي التوب فيو اللي عم تشوفوها لقاعة نادي غزير بالثواني الأخيرة للمباراة الأخيرة بكأس لبنان للجامعات، البلماند أوزاك، والنتيجة المتقاربة هل رح نكون أمام الإكسترا تايم أو رح تنتهي الأمور بال7 ثواني أو بال8 ثواني الأخيرة؟ مع طنقي عثمان، طنقي بيلعبها ليحيى راد، يحيى بيعمل كنترول على كرته، يحيى بحاول يرجع لعند تونجي. شو اللي حصل؟ تونجي عم يدعس على خط الملعب والبوسيشن عم بتروح لمصلحة الكاسليك. الترن اوفر القاتل كان عم يرتكبه البلماند، عم يخسر الكرة بطريقة غريبة جدا وعم يسمح للأوزاك بالبقاء متقدم. كارثة فعلا يلي حصل بالكرة الأخيرة بالنسبة للبلماند، وجمهور الأوزاك احتفالات مبكرة مع انه بشوف انه الامور ما انتهت. 3 ثواني و5 اجزاء، مين بيعرف يمكن الاوزاك يرتكب التيرن اوفر السريع وتعود البوسيشن لمصلحه البلماند، ولو انه الادفانتج كثير كبير حاليا لمصلحه الاوزاك. الي بالتاكيد شربي، لو حتى ارتكاب خطا سريع، لانه الاوزاك اصلا كنا عم نشوف انه عم بضيع عدد كبير من الرميات الحره، بالتالي ليش لا ممكن يوقف حيالله لاعب على رميات الحره وما يتمكن من التسجيل. مباراه عم نشوف فيها عدد كبير من الرميات الحره، يعني الكره الاخيره اكيد شرب الفغالي ما كان هيدا طالبه من لاعبي فريقه، ولكن هذا اللي صار. بفتكر تركيز لاعبي البلماند على طنقي عثمان تحديدا على ايصال الكره لإله هو يلي احدث الارباك، هو يلي احدث ارباك تحديدا لطنقي عثمان يلي هو نفذ السايد بول، وهو يلي دعس على خط الملعب وكانه كان بعد ما خرج من الاوت عندما نفذها، وبالتالي انتقلت البوستيشن لمصلحة الأوزاك يلي بده يشوف كيف بده يحافظ
على البوسيشن بثلاث ثواني الأخيرة، ليش لا يهرب من الخطأ يلي من المتوقع أن يرتكبه لاعبي البلماند مع مارك أبي خرس. والوقت عم ينتهي، والإيزاك هو بطل كأس لبنان للجامعات وبطل كأس مصري لحقود للجامعات بفوزه على البلماند بنتيجة 56-53. ألف مبروك لجامعة روح القدس الكاسليك، ألف مبروك للجهاز الرياضي بجامعة روح القدس الكاسليك، للمدرب جورج كلزي، لمساعده جورج عيقي، ولكل اللاعبين ولجمهور الإيزاك المميز يلي شفناه بهالمباراة يلي عم بيروح ليحتفل باللقب. برنار صليبة واحد من نجوم المباراة، برنار كان أفضل مسجلي فريقه، روح رياضية كتير كبيرة كانت بين لاعبي الفريقين. برنار صليبة يلي سجل 18 نقطة للإيزاك، جورج شوير يلي سجل 5 نقاط، مارك أبي خرس يلي سجل 10 نقاط، وبشارة بستاني سجل 6 نقاط. أيضا بلماند قدم مباراة كبيرة من ناحية طارق مرعبي، ومن ناحية طبعا طنقي عثمان، ومن دون شك الفريد مخايل. مباراة ولا أجمل شفناها بين هالفريقين، والإيزاك كان عم يحسمها. إيزاك مرة جديدة عم يأكد، مرة جديدة عم يأكد الإيزاك حضوره على صعيد كرة السلة. الجامعة يلي خرجت لاعبين مميزين كتير على صعيد الباسكتبول اللبناني، عم نتحدث عن روني فات، عم نتحدث عن رودريغ عال، عن إلي رستم، عن روني أبو جودي الراحل الكبير، عن نديم السعيد، عن رالف عال، عن ريبال بشارة، أيضا من اللاعبين المميزين على صعيد السيدات كان في ريبيكا عال، ليلى فارس، نانسي معلوف، وليا أبو غصن اللي أيضا مروا على صعيد الباسكتبول بجامعة الإيزاك يلي اليوم عم تضيف إنجاز جديد هو كأس لبنان للجامعات. رح روح أنا وياكم سريعا لعند إلي أستيس يلي معه مدرب الإيزاك جورج كلزي. يعني رح يكون معي إلى جانبي حاليا مدرب الإيزاك الكوت جورج كلزي اللي أحرز فريقه اللقب الأول بكأس مصر لحود للجامعات. يعني كوت جورج أول شيء ألف مبروك لك الفوز، مباراة صعبة كثير شفناها اليوم، شفناكم عم تعملوا كومباك بالمباراة وما تقدمتوا، خبرنا شوي عن المباراة بشكل عام. ما في شك وقت تلعب ماتش فينال بتعرف الماتش كثير حساس، هو مجموعة تفاصيل صغيرة، إذا ما بتحافظ عليها الجيم بتخسره، ما في شك فريق البلمان كان محضر حاله، إجا عمل معسكر، هيدا شيء كثير بوزيتيف، النقل التلفزيوني رجع ضخ كثير حماس بالبطولة. قبل ما أحكي بدي أهدي هالجيم وبطلب من الكاميرامان عندكم يرفع الصورة عنا ملاك بالسماء اسمه روني ابو جودي لابس قميص الايزاك فونا، بعتقد كان عم بيلعب معنا على الملعب وكان في له حضور معنا، بهدي هالماتش والله يرحمه وبشكر. يعني بالوقت يلي عم نشوف امامنا تكريم الوزير عبد المطلب حناوي من قبل دكتور طارق صادق عميد جامعه الاي يو ال كاسليك، وايضا تكريم نصر الحود رئيس لجنة اتحاد الجامعات، يعني حضور بارز على صعيد الرسمي بالمباراة النهائية، وتبادل أيضا الدروع التذكارية. العميد عبد المطلب حناوي وزير الشباب والرياضة اللي عم نشوفه حاضر بأبرز الأحداث الرياضية. وايضا توزيع الجوائز على الجامعات المشاركه كانت بكاس لبنان، هيدي جامعه هايغازيون والدرع التذكاري يلي عم بيسلمه العميد عبد المطلب حناوي لممثل جامعه هايغازيون، ايضا رح يكون في درع لفؤاد صليبة عن جامعة الكاسليك الجامعة الفائزة باللقب. مدير الرياضة بجامعة البلماند أيضا ودرع تذكاري
من جامعة الأيو آل المنظمة يلي نظمت دورة مميزة جدا. مباريات الدور نصف النهائي اللي شفتوها عبر الشاشة الجديد من ملعب غزير ومن ملعب فؤاد شهاب. السيدة زينة مينا أيضا عن المعهد الأنطوني ودرع تذكاري أيضا عم تستلمه من دكتور طارق صادق. وأيضا لجامعة أم يو بي إس درع. رح نكون طبعا مع تتويج تتويج الفريقان يلي وصلوا الى المباراة النهائية البلماند والأوزاك، بداية مع ميداليات المركز الثاني يلي رح يستلمهم لاعبي البلماند. مع الوزير عبد المطلب الحناوي. يلي كان موجود لتسليم الدروع وايضا التكريم يلي خصته جامعة الايو ال لإله. دكتور طارق صادق راح يتوج طبعا الفريقين طرفي المباراة النهائية. خيبة كتير كبيرة عند البلماند يلي أنا برأيي الشخصي وبطل غير متوج بهالدورة، قدم مباراة رائعة جدا، مباراة نهائية رائعة جدا، وقدم دورة رائعة جدا فريق البلماند. طنجي عثمان، طارق مرعبي، فيليب كركر، كريم الخطيب، جو عزيزي، جون مارك جروج، عبد الله زخريا، كميل بونصار، جو ابي خطار، انطوان غانم، زياد سبلبل، بيير حجار، توني وهبي، جميل فرانسيس، يحيى رعد، الفريد مخايل، المدرب شرب الفغالي ومساعده جلبال نصر. قدموا صورة مشرقة جدا عن لعبة الباسكتبول بجامعة البلماند. عم يستلموا طبعا الميداليات، ميداليات المركز الثاني. شرب الفغالي وجلبال نصر وجهان شابين بعالم التدريب على صعيد الباسكتبول. وطنجي عثمان عم يستلم كأس المركز الثاني من دكتور طارق صادق. طنجي عثمان أدى بمباراة أكثر من ممتازة، لكن خسارته الكرة بالكروشال تايم كانت أحدى الأسباب يلي قدر فيها أوزاك حافظ على تقدمه 56-53 تيفوز باللقاء. صاحب المركز الأول بطل كأس لبنان للجامعات فريق جامعة الروح القدس الكاثوليك الأوزاك عم يتقدم حاليا ليستلم الميداليات الذهبية من رئيس الاتحاد اللبناني للجامعات والدكتور طارق صادق، راوي بارد، جورج شويري، ايف حاج بطرس، مارك اوتسي، جورج عيد، رالف خلف، وليد زيدان، بشاره بستاني، رمزي بشاره، برنار صليبه، ادوار بشاره، مارك ابي خرس، جوي سلوم، كار زلعوم، مايكل صدقه، المدرب جورج كلزي ومساعده جورج عقيقي. هي الروستر تبع جامعة الكاثوليك. أيو آل كاثوليك هي اللي نظمت، وأوزاك كاثوليك هي يلي فازت، بقي اللقب بالكاثوليك.
من دون شك فريق الأوزاك استحق اللقب واستحق كأس المركز الأول. كابتن فريق الأوزاك وأفضل مسجل للأوزاك بهالمباراة برنار صليبة 18 نقطة، لعب دور كتير كبير بفوز فريقه، لاعب بيتمتع بإمكانات كتير كبيرة برنار صليبة، لاعب طبعا قدم كتير لفريقه بهالدورة، لاعب اليسار صور يلي كان قائد بكل معنى الكلمة على صعيد الروح الرياضية أيضا. تورنمنت كتير كبير، تورنمنت كتير كبير كان عم يقدمه برنار صليبة إليه، وفريق الأوزاك اللي عم يحتفل بأجمل صورة ممكنة مع كأس المركز الأول. جورج شويري عم يستلم جائزة بيست بلاير ام في بي هالكأس. جون مارك جروج عم يستلم بيست سكورر اوورد من الاستاذ نصري لحود، وهيدا هو الفريق الفائز امامكم، فريق جامعة الروح القدس الكاثوليك الأوزاك. كأس لبنان للجامعات عم توصل لنهايتها، ونقلنا معكم من قاعة نادي